أهلا بحضراتكم مشاهدي الكرام من عروس البحر المتوسط الإسكندرية، أحييكم وتحديدا من منارتها مكتبة الإسكندرية، وهذه حلقتنا اليوم من الثامنة مساء. موضوعنا اليوم هو عن الأطماع التركية في البحر المتوسط. أنقرة تتفنن في إثارة القلاقل وأطماعها تغذي غرورها، فهذه هي تركيا في عهد رجب طيب أردوغان، وتسعى لوضع موطئ قدم لها في عديد من بلدان المنطقة لنهب خيراتها، حتى وإن أمدت في سبيل ذلك جماعات إرهابية وساعدتها في تنفيذ مخططاتها. وأبرز دليل على ذلك الأطماع التركية في غاز البحر المتوسط التي ترغب في استقلال موارد ليست من حقها. أنقرة اعترضت مؤخرا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، فجاء رد القاهرة عنيفا مستندا على وثائق أودعت بالأمم المتحدة منذ سنوات، وقوة عسكرية تحمي الموارد المصرية في قلب المتوسط، ما جعل أنقرة تتحرش بقبرص معترضة لسفن دولية للتنقيب عن الغاز، معلنة أنها من ستتولى عملية التنقيب، ومتحدية القرارات الدولية ليسقط عن نظام أردوغان ورقة توت ويظهر وجه الطامع المحتل. تفاصيل هذه الأطماع التركية ومحاولة الاستيلاء على غاز المتوسط نستعرضه في حلقة الليلة. إذن التنقيب عن النفط في البحر المتوسط أثار توترا كبيرا بين مصر وقبرص واليونان من جهة، وتركيا من جهة أخرى، خاصة بعد أن اعترضت أنقرة مؤخرا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، ليأتي رد القاهرة عنيفا محذرة من المساس بالسيادة المصرية فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بها في شرق المتوسط. فيما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أغلو تخطيط بلاده للبدء في أعمال تنقيب عن البترول والغاز شرق البحر المتوسط. تركيا زعمت أن التنقيب عن الثروات وإجراء دراسات عليها يعد حقا سياديا لتركيا، الأمر الذي حدا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى توجيه خطاب حد النبرة حول قضية الثروة النفطية في شرق البحر المتوسط. وحذر اليونان مما قال إنها انتهاكات للمياه الإقليمية والمجال الجوي التركي، مشيرا إلى أن الجنود الأتراك سيقومون بما يلزم. مصر وبعد أن دخلت على خط الأزمة أعلنت أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، وذلك لأنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة. الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس دعا إلى عدم القلق حيال التوتر المتصاعد شرق البحر المتوسط بسبب ملف التنقيب عن النفط والغاز، خاصة بين بلاده وتركيا التي لوح رئيسها رجب طيب أردوغان بالقوة العسكرية. محللون أكدوا أن تركيا لن تستطيع المساس بسيادة مصر في شرق المتوسط، ولن تستطيع التنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر لأسباب عدة، أهمها أن اتفاقية الحدود بين مصر وقبرص اتفاقية دولية أودعت في الأمم المتحدة، وبالتالي فإن تركيا طبقا للحدود الجغرافية والخرائط الجيولوجية والقوانين الدولية ليس لها الحق في المساس بسيادة مصر على المناطق الاقتصادية. تركيا تحذر بأن تقود تحركا عسكريا لأهداف اقتصادية وسياسية، فهل تنجح في تجاوز القانون الدولي؟ وهل يمكن لسياسة الأمر الواقع أن تتفوق على القانون؟ هذه الأسئلة ربما سنحاول الإجابة عليها ليلى، ربما سنستطيع أن نوجد حالا لها. لماذا اعترضت تركيا تحديدا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، كذلك بزعم أنها موقعة منذ سنوات؟ ما هو موقف المنظمات الدولية من الانتهاكات الدولية، كذلك الأطماع في حقوق قبرص، وعلى أي أساس يعتمد الغرور التركي لنهب ثروات الآخرين ويتحدى القرارات الدولية؟ أيضا ما هي الإجراءات التي يجب عملها لحماية الحقوق البترولية
في البحر المتوسط. هذه الأسئلة سنبحث عن إجابات لها مع دكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية بعد هذا الفاصل، وأرحب به ودقائق لنستكمل هذا النقاش. مشاهدي الكرام، أهلا بحضراتكم مرة أخرى من الإسكندرية، أحييكم وأرحب مرة أخرى أيضا بالدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية، والحديث عن الأطماع التركية في شرق البحر المتوسط، خاصة بعد اكتشاف حقل ظهر ودخوله مرحلة الإنتاج. إذن ماذا يمكن أن تفعل تركيا حاليا؟ هي حاولت بالفعل أن تعترض سفنا تابعة لشركة إيني الإيطالية كانت تذهب لأداء عملها، تريد أن تتحرش بأية سفن أخرى في المنطقة، تحاول أن تجعل هناك جوا من التوتر في المنطقة، لكن القانون الدولي يقف في صف مصر. هل من مزيد من التفاصيل حول هذا الإطار دكتور أيمن؟ يعني أولا مساء الخير عليك أستاذ محمد وعلى كل السادة المشاهدين. أولا الموقف المصري القبرصي يستند إلى القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المعنية في هذا الأمر. هناك اتفاقية معروفة تم توقيعها 1982 وقعت عليها كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وبدأ تطبيقها سنة 1983، تقول أن لكل دولة لها شاطئ على البحر لها 13 ميل بحري، هذه مياه خاصة بها. بعد ذلك تبدأ المنطقة الاقتصادية، المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخاصة بها. هذه المنطقة يتم تحديدها بموجب اتفاقيات بين الدولة الأخرى على الجانب الآخر. مصر صارت في كل الخطوات بشكل قانوني، تفاوضت مع الحكومة القبرصية وتم التوصل لاتفاقية، ثم عادت الحكومتان إلى البرلمان في البلدين، صدق البرلمان المصري والبرلمان القبرصي على هذه الاتفاقية، وبعد ذلك أودعت هذه الاتفاقية في الأمم المتحدة. لا يمكن للأمم المتحدة طيب أن تقبل دكتور أيمن عفوا قبل أن ننتقل مع القانون الدولي النقطة، يعني الجانب القانوني، نتحدث عن 13 ميلا أو 12 ميلا بحريا، ثم بعدها منطقة اقتصادية، هذه المنطقة الاقتصادية للدول لا علاقة لها باتفاقية أعالي البحار، هذه قواعد منظمة أخرى وهي التي نتبعها الآن، توضيحا للمشاهدين أرجوك. طبعا يعني اولا يعني هناك في مياه دوليه وفي منطقه اقتصاديه خالصه، وفي حاجه اسمها المنطقه الاقتصاديه المشتركه. يعني حتى بعد المنطقه الاقتصاديه الخالصه المصريه هناك منطقه اخرى بمصر متفقه هي وقبرص، ان في حاله الاتفاق يمكن ان يكون هناك اتفاقيه اخرى في هذه المياه الدوليه، يمكن ان تعمل الدولتان مع بعضهما البعض واتفقان على صيغه على تقاسم هذه الثروات. المهم أيضا في الجانب القانوني يا أستاذ محمد أن الحكومة القبرصية عندما وقعت هذه الاتفاقيات هي حكومة يعني معترف بها دوليا، هي دولة في الاتحاد الأوروبي، هي دولة في الأمم المتحدة، لأن تركيا بتشكك في شرعية الحكومة القبرصية أيضا، تقول ليس من حق الحكومة القبرصية في الوقت الحالي باعتبارها هي تمثل القبارصة اليونانيين أن توقع على أي اتفاقية، وأن توقيع الاتفاقيات من وجهة النظر التركية يجب أن يكون بعد توحيد الجزيرة. وهذه النقطة أيضا مردود عليها بشكل قانوني. أولا كل ما سيستخرج من نفط أو غاز في هذه المنطقة وتحديدا من حقل أفروديت القبرصي لن تقوم قبرص أو الحكومة القبرصية بإنفاق هذه الأموال، بالعكس هتأخذ هذه الأموال ويتم وضعها في صندوق خاص معروف عائداته في البورصات العالمية، يعني لا يمكن إخفاء شيء منه. وعندما يتم توحيد الجزيرة شمالا وجنوبا سوف يتم الإنفاق من هذا الصندوق على كل القبارصة سواء كانوا من أصل يوناني أو من أصل قبرصي، وبالتالي الادعاء التركي بأن استخراج الغاز في هذا الوقت قبل توحيد الجزيرة سوف يكون فيه ظلم للقبارصة الأتراك هذا مردود عليه، وهذا غير حقيقي وغير منطقي. ربما هذا يفسر يعني اللهجة القوية التي جاءت أيضا من الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الاوروبي اصدر بيان شديد اللهجه الى تركيا وتوعدها انها لو قررت مثل هذا الامر سوف يكون هناك رد فعل قوي من دول الاتحاد الاوروبي، خصوصا ان الشركه او الشركات التي تنقب في هذه المنطقه هي شركات تابعه لدول كبرى، ولا يمكن لتركيا اذا ارادت مثلا ان تتحرش بقبرص باعتبارها دوله صغيره لكنها لا يمكن ان تتحرش بايطاليا مثلا باعتبار ان شركه ايطاليه او شركه ايني شركه ايطاليه لا يمكن تتحرش بايطاليا، لكن هو السياق العام هو سياق سياسي وليس سياق اقتصادي، ليس له علاقة بالغاز أو بالنفط أو ما إلى ذلك. الحكومة في تركيا حكومة إخوانية بامتياز كما هو معروف لكل السادة المشاهدين. الآن تقول أن هذه الاتفاقية ظلمت القبارصة الأتراك، يعني الإخوان في تركيا يقولوا هذه الاتفاقية ظلمت القبارصة الأتراك، والإخوان في مصر يقولون أن قبرص خدعت الدولة المصرية وأخذت حقوق أكثر من حقوقها، وهذا يؤكد لك أن القضية في النهاية قضية سياسية. أردوغان يعني يعمل مشاكل مع كل الدول، الآن هو يسعى إلى استرجاع الموصل وكركوك أو يحاول أخذ الكركوك والموصل من العراق، يتحدث عن شريط طويل جدا بعمق 90 كيلومتر وبطول أكثر من 250 كيلومتر شمال سوريا، يتحدث عن جزر يونانية في بحر إيجا ويقول أن هذه الجزر يجب أن ترجع إلى تركيا، بل بالعكس عندما ذهب إلى أثينا في شهر ديسمبر الماضي وفي مؤتمر صحفي مع الرئيس اليوناني تحدث عن تعديل اتفاقية لوزان 1923 والتي حددت الحدود بين تركيا وبين اليونان، وقال لمنطقة ترقية وهي منطقة في أقصى شمال اليونان يجب أن تعود إلى تركيا، ويتحدث حتى عن جزر تابعة لإيطاليا في الوقت الحالي، يقول أن هذه الجزر يجب أن تبقى مع إيطاليا ويجب إعادتها مرة أخرى لأن هذه الجزر كانت أيام الدولة العثمانية تحت سيطرة الدولة العثمانية أو الرجل المريض. طيب، وبالتالي هذا الرجل يعود إلى التاريخ إلى ما قبل 100 عام من الآن. كل ما يقوله أردوغان يعني وكل ما تقوم به السياسة الخارجية التركية، أين هو من مجرد إطلاق التصريحات الحنجورية التي لا طائل لها أو تصنيفها على سبيل التصريحات السياسية أو وصولها إلى المعاملات القانونية؟ يعني أين تضعها وأيها يمكن أن يعتبر على أحد هذه النطاقات؟ أنا في اعتقادي هذه التصريحات هي لربما تهدئة أوضاع داخلية، لأن الأوضاع الداخلية في تركيا الآن ملتهبة بشكل كبير جدا. تركيا لديها أكثر من 20 مليون كردي، وتركيا تقتل الأكراد في العراق وفي سوريا وفي كل مكان، وهناك نوع من ردود أفعال غاضبة جدا من الأكراد في الداخل. أيضا هناك رد فعل من القوميين الأتراك، وهؤلاء قالوا أن تركيا هي الدولة التي خسرت من كل حروبها في سوريا، هم يرون أن روسيا كسبت من وضعها في سوريا، يرون أن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال دعمها لقوات سوريا الديمقراطية تسيطر على ما يقرب من ثلث والأراضي السورية وكل النفط والغاز في شرق وشمال شرق سوريا، يعتقدون أن حتى دولة مثل إيران كسبت من الأحداث الأخيرة في المنطقة سواء في العراق أو في لبنان أو في سوريا، وبالتالي هم يرون أن سياسة أردوغان العمياء يعني فشلت في كل المنطقة ولم تحصل على شيء، أصبح الباب مغلق وموصد أمامه في أوروبا، تحولت كل دول المنطقة في الشرق الأوسط إلى أعداء بعد أن كانت تركيا قبل أردوغان زيرو أعداء أصبحت الآن زيرو أصدقاء، وبالتالي هناك ضغوط كبيرة جدا في الرأي العام الداخلي. لذلك قام أردوغان بأمرين، الأمر الأول قال بعملية غصن الزيتون في شمال سوريا حتى يهدئ القوميين ويقول له أنه يحاول اقتطام جزء من الأرض في شمال سوريا وأنه سوف يخرج ببعض المكاسب من شمال سوريا، وأنا في تقديري أن هذه العملية غصن الزيتون سوف تتحول لوحل للجيش التركي في شمال تركيا ولن يحصل فيها على يعني سنتيمتر واحد في شمال سوريا. الأمر الآخر يتحدث عن قبرص باعتبار أن تركيا هي من أفشلت المفاوضات لتوحيد الجزيرة في شهر يوليو الماضي، ويقول أنه احتفظ أو استطاع بإفشال هذه المفاوضات
ابقاء 35 الف جندي تركي في شمال تركيا في شمال قبرص، وبالتالي هو يحاول ان يهدئ الراي العام الداخلي ليس اكثر. هذه التصريحات هو يعلم انها تصريحات غير قانونيه، لا تتفق ولا مع القانون الدولي، متاكد تماما ان عناصر قوه الدبلوماسيه الخارجيه او حتى القوه العسكريه لا يمكن ان تسعفه في ذلك. هو ارسل حوالي 3000 جندي الى منطقه بعشيقه في شمال العراق، وأعطى الأتراك أحلام بأنه سوف يسيطر على هذه المنطقة حتى وصولا إلى كركوك ومناطق التركمان في هذا المكان. الدولة العراقية عافيتها وأفشلت مخطط التقسيم، وبالتالي لم يبقى أمام أردوغان إلا العودة مرة أخرى للحكومة المركزية في العراق، والآن يتفاوض على سحب هذه القوات من العراق. أيضا في سوريا لم يحقق أي شيء، حتى منطقة جبل التركمان التي كانت توصف بأنها يعني منطقة خالصة للنفوذ التركي في شمال سوريا لم يستطع أن يسيطر عليها ما يسمى بالمجموعات المسلحة أو أحرار الشام والجيش السوري أو ما يسمى بالجيش السوري الحر. لم يستطع أن يسيطر على هذه المنطقة. حتى منطقة إدلب التي كانت تعتبر في التقسيم السورية هي نفوذ طبيعي باعتبارها مجاورة لمنطقة كلس وأدنى التركية، هذه أيضا تحولت إلى مكان لجماعات معارضة الآن ومناوئة للحكومة التركية. الآن الأكراد يحصلون على دعم عسكري غير مسبوق من الولايات المتحدة الأمريكية، والآن هناك وجود دبلوماسي حتى أمريكي في منطقة الأكراد في القامشلي، وبالتالي الآن تتكون كيانات معادية بشكل كامل للدولة التركية. وبالتالي الآن أردوغان ربما يشعر في قرارة نفسه أن تركيا نفسها يمكن أن يتم تقسيمها، وبالتالي يحاول الهروب إلى الأمام وتصدير المشاكل الآخرين حتى لا يعني تتحول كل الأصوات المنادية في الداخل بأنه تحول إلى ديكتاتور، وأنه سوف يظل في الحكم حتى سنة 2029، وأنه حول الحكم من نظام برلماني إلى نظام رئاسي. كل هذا إلى ربما قامت تركيا بمواجهة عسكرية بحسب ما يتراءى لها في المنطقة، وهي في النهاية مواجهات عسكرية لا تعود عليها كحرب عسكرية حقيقية. الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس قال إنه لا داعي للقلق برغم امتداد تركيا أو في المنطقة. هل أعلن على عمل وتحرك عسكري في المنطقة؟ هل يمكن أن تخوض حربا بالمعنى المفهوم للكلمة وليس فقط قصف أو أنها تذهب ببعض قوات إلى منطقة ما، إذا كنا نتحدث عن شمال سوريا أو غيرها من المناطق الأخرى التي لا تدخلها في مفهوم الحرب؟ يعني أنا في اعتقادي تركيا غير مستعدة وليس لديها مفردات الحرب بمعنى الكلمة. لماذا؟ أولا الجيش التركي بدأ عملية عفرين، وهي منطقة برية ملاصقة للحدود مباشرة للحدود التركية منذ ما يقرب من 21 يوما للسيطرة على مدينة صغيرة تسمى عفرين. ماذا حقق الجيش التركي ويسانده في نفس الوقت مجموعات مسلحة كثيرة وجماعات محلية ووكلاء اشترتهم تركيا ليحاربوا معها للسيطرة على عفرين؟ حتى الآن لم تسيطر تركيا إلا على منطقة لا تساوي أكثر من 16% من منطقة ريف عفرين، وبالتالي هذا الجيش لا يستطيع أن يحقق أي شيء. انظر أيضا إلى يعني حرب الجيش التركي ضد حزب العمال الكردستاني، ماذا حقق؟ لم يحقق أي شيء، بالعكس حزب العمال الكردستاني بيكسب أرضه كل يوم. في أيضا في باقي المناطق الكردية لم يحقق أي شيء، سواء في منبج أو في تل رفعت أو في غيرها، وبالتالي المناطق البرية السهلة الملاصقة للحدود التركية بشكل مباشر لم يحقق أي شيء. فما بالك يعني أنت تتحدث عن فشل عسكري تركي؟ كل المحللين العسكريين في الغرب يعني وصفوا العملية التركية في شمال سوريا وفي عفرين بأنها عملية فاشلة بامتياز. ولنتذكر يا أستاذ محمد تصريحات أردوغان قبل أن تبدأ هذه العملية، هو قال سوف نذهب إلى عفرين وبعد عفرين إلى منبج، وسوف نعبر نهر الفرات شرقا حتى الحدود العراقية. ماذا حقق من ذلك؟ العملية عندما تم انطلاقها حددوا لها موعد لا يزيد عن 6 أيام
نحن الآن بعد 21 أو 22 يوم مارح هذه العملية مكانها. بالعكس الآن العدد القتلى في الجيش التركي يزيد كل يوما عن يوم. المقاومة الكردية في ذلك في تلك المناطق تقوم بعمليات بطولية وأوقفت الجيش التركي في هذا المكان. حتى الطائرات التركية لم تحقق أي شيء ولم تستطع أن تقوم بأي يعني عملية مناورة حقيقية ضد الأكراد في شريط ضيق. وهؤلاء الأكراد في منطقة عفرين بالمناسبة لا يخضعوا للحماية الأمريكية، يعني لا يخضعوا للألفين جندي أمريكي الموجودين في المناطق الأخرى مثل منبج وقامشلي والحسكة وغيرها. الولايات المتحدة شكرا جزيلا لم تقدم بندقية واحدة لهذه المنطقة. قد انتهى وقتنا، فأشكر حضرتك لوجودك معنا على شاشتنا. شكرا جزيلا دكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية. وها هي تركيا من لا تستحق تهدد ما بما لا تملكه. مشاهدي الكرام شكرا لحضراتكم لمتابعتكم من الإسكندرية، أحييكم وأترككم بأمان الله.